المباراه في ظل حاله من التعب، حاله من الاجهاد، حاله من كذا، ولكن خلاص بعد الاداء اللي احنا بنشوفه ده لا احنا دايما عايزين النادي الاهلي يكسب. مباراه سان داونز مش هقول ان هي مباراه مفترق طرق، لانه حتى لو رجع النادي الاهلي ان شاء الله النادي الاهلي، يمكن انا معاك في الحلقه اللي فاتت يا كابتن اسلام قلت لي انت حتى متفائل، فقلت لك ان شاء الله الاهلي هيرجع من رغب، وكنت الحلقه دي كانت بعد الخساره من سان داونز، لكن ان شاء الله الاهلي هيكسب سان داونز في جنوب افريقيا. لكن حتى لو النادي الاهلي رجع بتعادل من هناك، فالامور في المتناول ان شاء الله من اجل الصعود عشان ما نصدرش ضغوط اكثر من اللازم. لكن خليني اقول لك بمنتهى البساطه انه مباراه سان داونز هي مباراه لاثبات الدور اللي بيقدمه بيتسو موسيماني. ادى تصريح نفسي هام جدا في المؤتمر الصحفي وقال بمنتهى البساطه ما عنديش مشكله انا اطلع الثاني بعد ما عنديش مشكله، وراح حاطط في وسط الكلام قال لك انا رايح جنوب افريقيا عشان اكسب. فهو بيصدر لهم جزء من الضغوط وجزء هادئ جدا جدا، انا لو رحت رجعت متعادل فالامور في المتناول بالنسبه لي ان انا اتقال في المركز الثاني، انا فزت بالبطوله مرتين وفي المرتين ما كنتش متصدر للمجموعه. مظبوط، دي تصريحات موسيماني. سان داونز لا زال متصدرا للدوري الجنوب افريقي بفارق 15 نقطه عن الفريق الثاني. سان داونز بيعمل روتيشن خلال الثلاث مباريات اللي فاتوا، لعبوا مباراتين في الدوري مع جالاكسي اف سي، ابتداها بجالاكسي اف سي وفاز 3-0، وانهاها بمباراه في كاس جنوب افريقيا وفاز بسداسيه لكن مع فريق من الدرجه الثانيه. فالمباراه الاهم بالنسبه لي هي المباراه الاخيره اللي لعبها في الدوري اللي خسر فيها سان داونز 2-1 رغم انه امتلك الاستحواذ. وخلينا نرجع نربط دي بقصه امتلاك الاستحواذ، احنا امتلكنا الاستحواذ وقدمنا كل شيء لكن سان داونز قدر انه يفوز في مباراه القاهره، بيلعب فريق في مؤخره الدوري الجنوب افريقي وخسر سان داونز. فهنتكلم هنا على ثلاث لقطات مهمه جدا. اتفضل. لقطه الجول اللي سجله سان داونز من عرضيه، لو اجيبها لي على السكرين عشان مش معايا البييرو، ده الجول خلاص ثبت على دي، ده ضربه جزاء تم احتسابها، لا ده الجول خلاص نرجع للجول، ده الجول اللي سجله سان داونز. وخليني اقول انه سان داونز بيلعب ازاي قبل ما نشرح الجول، ثبت لي بس لمده 10 ثواني سان داونز بيلعب ازاي قبل ما نشرح الجول. سان داونز لا زال بيتبع نفس السياسه، الكره هنا دي من اني جابها كابتن؟ يمين، جابها اليمين، نفس الشغل اللي احنا اتكلمنا عليه في مباراه القاهره، نفس اللي عمله فيه الهلال، نفس المريخ، هو بيركز تماما على الجبهه اللي فيها موداو وتابيلو مورينا، تابيلو مورينا اللي كان بقاله فتره كبيره جدا بعيد عن مستواه وكان بيشترك في دقائق قليله، ده اللي سجل فينا الهدف في القاهره. لعيب كبير لكنه بقاله فتره كبيره بعيد عن مستواه، خد كل المباريات اللي فاتت ومن المتوقع انه يبدا امام النادي الاهلي عكس مباراه القاهره اللي لعب فيها 10 دقائق او 12 دقيقه، هيبدا قدام النادي الاهلي جناح مهم جدا بيلعب ناحيه اليمين، بيشتغل بيعمل سويتشات دايما مع تيمبا ذواني. فنرجع تاني بقى للقطه الهدف والكروس اللي هيعمله تابيلو مورين. لما نرجع للهدف ده هلاقي انه الكروس دايما هم بيتحركوا عندهم اثنين لعيبه بيعملوا سويتشات، اللعيب الجناح اللي هو تيمبا ذواني دايما بينزل يسقط على القريبه وبيتحرك وراه بيتر شالوليل، او ينزل تيمبا ذواني ويتحرك يقطع هو مكان المهاجم ويطلع بيتر شالوليل يلعب على الجناح. الكروس تاني، لو يرجع لي على السكرين تاني الكروس، ايوه رجع لي، مشي الكوره، ده الكروس، التحرك هنا، بص يا كابتن، ده الراجل الاسترايكر داخل قاطع على القريبه، والراجل التاني الاسترايكر التاني بيتر شالوليل هداف الدوري الجنوب افريقي واخطر لاعب في فرقه سان داونز هيقطع، مشي لي كمان كده كمان واحده، التحرك ما بين الاثنين سنتر باكس، حذاري جدا جدا التحرك، ودي ده الهدف. اللقطه الثالثه دخل قطع ما بين الاثنين قلبين الدفاع وحطها على يمين الحارس، وده كان الهدف الاول. اتقدم سان داونز ورغم انه اتقدم ومعاه الاستحواذ قدر مارسبورج ان هو يرجع تاني في النتيجه رغم انه فرقه مؤخره الجدول، وسجل الهدف الاول. لو تجيب لي الهدف الاول اللي من ركنيه تجيبه لي تاني، ايوه بص بقى اللقطه دي يا كابتن، لقطه مهمه جدا 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 اتكلمنا عليها. ايه اللي لفت انتباهك يا كابتن في اللقطه دي؟ اللون الاصفر كتير. دي الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه، لو ماشي الكادر اللي بعده عشان ايوه الصوره تبان شويه. ده الحارس كندي مواني عمل ثلاث كوارث في نفس المباراه. المباراه اللي قبلها عمل كارثتين في مباراه الدوري مش معانا، لكن عمل ومعانا عمل كارثتين وعمل مشاكل في المباراه الاولى اقل بكتير، معدلات الرشاقه عنده قليله جدا، سيء جدا في الكروسات، مهم جدا نركز على ده. انت قلت اول ملحوظه في الكره الاولانيه اللي احنا الكادر الاولاني ان الاصفر كتير، ومع ذلك الراجل السنتر باك بتاع
ميرتبورد، طلع خد الكوره الكروس من وسط ثلاثه، طلع خدها. الاغرب ان كندي مويني طلع لا هو رجع ولا طلع خد الكروس ولا حط ايده في الكوره ولا اتحرك، ساب الجون فاضي. حارس عنده مشاكل كتير جدا جدا جدا. دي الكارثه الاولى ليه في المباراه. الكارثه الثانيه هيعمل ضربه جزاء في الدقيقه 98، واحده من الخسائر القليله جدا لسان داونز. فيعني بشره خير كندي مويني، حارس تقدم في السن، عنده مشاكل كتير جدا على صعيد اللياقه البدنيه، على صعيد معدلات الرشاقه. لو نجيب اللقطه بتاعه الهدف، الكره كانت طالعه في الاوت، حاول المهاجم انه يلحقها، راح دخل معاه برجليه، وراح حاسب عليه ضربه جزاء في الدقيقه 90. غلطه ثانيه يتحملها كندي مويني، نقطه ضعف كبيره جدا جدا في فريق سان داونز. اجمالا فرقه سان داونز، عشان ادي الكلمه لكيشو، فرقه سان داونز لا زالت بتعتمد على 4-2-3-1، بتتحول للشكل بتاع الخمسة 3-2 لما بيحاولوا ان هم يلعبوا كومباكت تحت الكرة او دفاع متوسط، بيعتمدوا بشكل كبير جدا جدا على ريفالدو كويتزي. ده مفتاح لعب، لعب مهم جدا جدا، بيشتغل في وسط الملعب، لعيب مركز 6. والدور اللي بيعمله كابتن حمدي فتحي، الدور اللي بيعمله حمدي فتحي ريفالدو كويتزي، هو اللي بيرجع تحت يقفل مع الاثنين سنتر باكس ويحول الطريقه لخمسه. كمان عندهم لعيب مهم جدا جدا اسمه ماكوينا، ده كنا اتكلمنا عليه قبل المباراه اللي فاتت مع حضرتك يا كابتن، وقلنا انه هيكون ليه دور لعب اساسي في مباراه الاهلي في القاهره. قدم جيم كبير جدا، وهو نجم كبير لانه جاي لهم لسه منتقل لهم في الانتقالات الحاليه، وكان بيجهز ويلعب اساسي في منتخب جنوب افريقيا، فرقه مهمه جدا جدا والحذر منها مهم. كمان في لعيب ظهر ربع ساعه في مباراه القاهره لكنه متالق وبشده، رغم انه لعيب صغير في السن، اسمه هاشم دومينجو. ده لعيب لا هو محطوط في التوقعات ولا هو موجود، ده اعتقد انه هيكون مفاجاه مانكوبا المدير الفني لسان داونز للنادي الاهلي. لعيب مهم جدا جدا، بيلعب في مركز 10 في فرقه سان داونز، ده بيحضره انه يكون بديل جاستن سيرينو اللي غايب بقاله فتره بسبب كسر في الانف. اتفضل يا كيشو. انا هتكلم ان هو احنا رايحين نلعب باي استراتيجيه، احنا رايحين نلعب بنفكر بالتعادل. انا كنت قلت لحضرتك قبل كده ان احنا مش ما عنديش اي مشكله خالص بالتعادل، راضي بيه، لكن احنا ما ينفعش نروح وهدفنا التعادل. أوكي. احنا هنروح زي ما هم كسبونا هنا لاول مره في تاريخه، اصلا اول مره يسجلوا اصلا حتى هدف هنا اصلا، احنا كسبونا هنا، فاحنا ليه ما نكسبهمش هناك لاول مره برضو في التاريخ؟ عادي جدا دلوقتي الكوره بالظبط. احنا دلوقتي هم صحيح برضو بيلعبوا في وسط جمهورهم وكلام عادي الرخم الساعه 3 العصر ده يعني، لكن ان شاء الله مع تركيز موسيماني وهو كل مباراه بيحضر لها بشكل مختلف. زي ما شفنا دلوقتي هو كان بيتكلم في المؤتمر الصحفي اللي هو صنع وحش، صنع اله مش قادر هو نفسه حتى يوقفها دلوقتي. لكنه ان شاء الله احنا وقفناها السنه اللي فاتت، وان شاء الله نوقفها السنه دي بالفكر اللي احنا بنلعب باسلوب متحفظ شويه، ما فيش اللي هو الاندفاع، لان احنا للاسف لما دفعنا قبل كده دفعنا ضريبه كبيره جدا يعني. فاحنا هنلعب باسلوب اللي احنا لعبنا بيه شويه امام بيراميدز، باعتبار بيراميدز برده بيلعب كوره، بيراميدز بيحاول يستحوذ على الجيم، نفس برده فكر سان داونز، لكن احنا هنا هنلعب تحت كوره شويه وفي قدر المستطاع زي ما هم اصلا عملوا فينا هنا اصلا. هم كانوا سايبين لنا الملعب خالص، احنا الاكثر خطوره، واحنا برده عنصر التوفيق. احنا لو نفتكر يا جماعه ماتش امبارح في كورتين في حجم واحده في العارضه، وقدرنا في الاخر احنا نسجل ونكسب. فاحيانا عنصر التوفيق لما يكون معاك مهم جدا، مهم جدا. عموما ما زلت متفائل، متفائل ان شاء الله، ان شاء الله قادرين على الرجوع من جنوب افريقيا بالنتيجه يا رب ان شاء الله. سان داونز ان شاء الله. معانا وقت ولا خلاص؟ خلاص لو معانا وقت عايزين دقيقه بس نقول التشكيل. دقيقه قول التشكيل. دقيقه بالظبط. بشكل كبير. الاهلي ولا سان داونز؟ لا الاهلي. هذا التشكيل ليس معلومات ولكنها على عهده محمد جمال، هو يعني عنده فكر عايز يعمله فهيقوله. الجملة الشهيرة بغيرها، بحاول اغيرها كل مرة يعني. فخلينا نقول التشكيل. بيتسو كل مباراة بيفاجئنا بتشكيل مختلف بفورميشن، لكن في مجموعة بيعتمد عليها. بيتسو موسيماني في الغالب هيعتمد على 4-3-3، هيشتغل كومباكت جيم، هيقفل المساحات جدا على سان داونز. سان داونز مش هتندفع زي ما الناس متخيلة، سان داونز عارف قيمة النادي الأهلي كويس جدا، ودليل اللي عمله في القاهرة، أنت قدرت تغير لهم الهوية بتاعة الاستحواذ اللي بيلعب بيها دايما سان داونز. خلينا نقول التشكيل عشان الوقت. هيلعب في حراسة المرمى بمحمد الشناوي، خط الظهر كما هو، يلعب محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، اثنين على الأطراف محمد هاني وعلي معلول. في وسط الملعب هيلعب بالثلاثي حمدي فتحي، اليو ديانج، عمرو السولية. التغيير الوحيد اللي انا متوقعه انه يعتمد على محمد مجدي قفشه بدلا من احمد عبد القادر في الجناح الايسر، يعتمد عليه على لعيب من ضمن الثلاثي الامامي، محمد شريف وبيرسي تاو. ده تشكيلنا المتوقع على عهدته. ما عنديش اي تعليق على الـ يعني التشكيل ده. احنا ان شاء الله برده فعلا 4-3-3 اللي احنا عايزين نامن
يعني هو ده الشكل اللي انت يعني شايف ان هو ممكن يلعب بيه بالظبط بالظبط. يمكن شويه للاسف يعني قفشه مش بيجيد قوي، مش بيتالق في مركز الجناح، لكن معلش ظروف المباراه دي فعلا احنا محتاجين نامن زي ما احنا امننا في وقت من الاوقات مباراه امس. احنا دور التامين دفاع بثلاثي في نص ملعب دور مهم جدا، واحنا محتاجين ده لان احنا مش محتاجين نكسب سكور هناك. احنا واحد زي هم كسبونا غفلونا واحد، نغفلهم ان شاء الله برده بواحد وناخد يا رب ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا نعيشوا على وجودكم معانا. اشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على وجودك معانا دكتور محمد جمال.